إذن اليوم راح نكمل من الفيديو السابق. الفيديو السابق تعلمنا فيه فكرة الـ PWM الـ Pulse Width Modulation، إنه أنا بعملي switching on و off للإلكترونيك ديفايس زي الـ IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor اللي اعتبرناه إحنا إلكترونيك سويتش بس سرعته عالية جدا، ممكن أعمله switching on ب 14 كيلو هرتز 20 كيلو هرتز، سرعات عالية جدا أعلى كثير من الميكانيكال سويتش. اليوم راح نستخدم أربعة من هدول الـ IGBTs من الإلكترونيك سويتشز وراح نستعملهم حتى نعمل switching، حتى نحول الـ DC source الـ DC voltage اللي موجود هون من 2 voltage sources بدي أحولهم لـ AC. وإذا بتتذكروا تحويل الـ DC لـ AC هو inversion، وهذه الـ device اللي موجودة هون راح نسميها inverter اللي هي عكس الـ rectification اللي كان هو تحويل الـ AC لـ DC. هون عمالي بحول الـ DC لـ AC. حتى نعمل هيك راح نطبق نفس عملية الـ Pulse Width Modulation. هذول الأربعة switches راح يكونوا في أي لحظة من اللحظات يا إما fully on يا إما fully off، يا إما راح يكونوا في الـ saturation أو في الـ cutoff، ما راح يقعدوا فترة في ما راح يقعدوا أي فترة متذكر في الـ active region. وحتى أعمل هيك طبعا في عندي هون مصدر للـ pulses. الـ pulses هذه جاهزة، Pulse Width Modulation Generator أنا أخذته جاهز من SimPowerSystems وبعطيني أربعة pulses. هلا رح نشوف تفاصيله كيف بعمله setting up بحيث إنه يعطيني أربعة pulses بالحالة هاي. المبدأ الأساسي تبعنا رح يكون pulse width modulation، فرح يتغير الـ width تبع الـ pulse حسب الـ voltage اللي أنا بدي يطلع عندي في الـ output. حسب عندي هون طبعا عندي أربعة IGBTs، فحتى أحط مثلا negative voltage في الحالة هاي حسب ما هو مشبوك الـ bridge من هون، حتى أحط negative voltage على اللود رح أشغل واحد وأربعة. فإذا شغلت واحد وأربعة رح يدخل عندي هون هذا الفولتج اللي هو البوزيتيف تبع السبلاي رح يروح على النقطة هاي من اللود، والنيجاتيف تبع السبلاي من هون رح يجي رح يروح على هاي النقطة من اللود. والعكس لما بشغل ثلاثة واثنين، لما بشغل ثلاثة واثنين البوزيتيف تبع السبلاي رح يجي على النقطة هاي، والنيجاتيف تبع السبلاي رح يجي على النقطة هاي. إذا عندي هدول الأربعة IGBTs، لكن طبعا أنا ما بقدر بس أشغلهم on ل 180 درجة وأطفيهم لأنه ما راح يعطيني sine wave، وهي أحد الأشياء الأساسية راح نشوفها اليوم. راح نشوف كيف الـ pulse width modulation بساعدني إني أحصل على true sinusoidal current زي ما قدرنا بحالة الـ DC في المرة السابقة إنه أحصل true DC current. فيش في ripple بزيادة الـ carrier frequency إذا متذكرين، بزيادة الـ frequency اللي بعمل فيها switching. أنا اليوم لأني وجدت الفايل بيشتغل بشكل أفضل بدل ما أستخدم continuous power GUI استخدمت discrete على 5 مايكرو سكند، فالسامبلينج تايم التغير في الحسابات بيتم كل 5 مايكرو سكند، وهذا بإمكانكم تغيروه إذا رحتوا على الباور جي أي نفس الكونتينيوس اللي كنا ننزله بالأول، بس بنغير البارامترز من هون بدل continuous بنحط discrete. هاي بتلاحظوا هون في choice عندي continuous، في عندي choice discrete، وبعدين بعمل هون الزمن هذه طبعا بالسكند، فهذه 5 مايكرو سكند. اللود نفس الشيء عندي هون لانه هذا اللود ريبريزنتيف ممثل جيد لمعظم اللودز اللي بستعملها في الباور الكترونيك سيستمز. راح نستخدم كمان راح نضلنا مع اندكتيف لود. اندكت لما انا بقول اندكتيف لود مش معناها بيور اندكتيف لود، هو ريزيستيف اندكتيف لود، خليط من الريزيستيف والاندكتيف. راح نقيس الكرنت اللي ماشي في هذا اللود، وراح نقيس الفولتج اللي عبر هذا اللود واللي طالع. في عندي هون جهاز قياس جديد راح احكي عنه كمان شوي، بس خلينا اول شيء اطلع على البلس ويت موديليشن جنريتر. عم بعطيني اربعة بلسز لاني هون انا اخترت في 2 ارم. هلا اذا بتلاحظوا هون في عندي اختيارات مختلفة لهذا الموديول، في عندي 2 ارم 4 بلسز. 2 ارم يعني هذه بنعتبرها ارم لانها ذراع، وهذه هون arm، وبدي يطلع منه 4 pulses. بدي أعطي pulse لكل واحد من هذول الأربعة لأنه pulse اللي بتيجي هون مش نفس pulse اللي رح تروح عندي هون، والpulse اللي بتيجي هون مش بالضبط نفس pulse اللي رح تيجي عندي هون، فرح يكونوا مختلفين. في عندنا الخيارات، ممكن أستعمل 1 arm يعني بس 2 pulses أو 3 arm 6 pulses لما بروح على 3 phase inverters اللي ممكن نشوفهم بعدين، أو إذا أنا بدي أعمل 12 pulse rectifier 12 pulse inverter بستخدم الخيار الرابع. فنحن راح نضلنا مع الخيار هذا اللي موجود هون. الكارير فريكونسي هي الفريكونسي اللي بستعملها حتى اعمل سويتشنج للبي دبليو ام، وبتشبه الى حد ما الفريكونسي اللي كنا نستعملها في البي دبليو ام المره الماضيه.
ما إلها علاقة بالفريكونسي تبعت الاوتبوت اللي بدي السيستم يشتغل عليها. يعني إذا بدي الاوتبوت تكون 50 هرتز وبدي الكرنت في النهاية يكون 50 هرتز، الكارير فريكونسي راح تكون أعلى من هيك، هي الفريكونسي اللي بعمل فيها سويتشينج بشكل سريع جدا حتى أحقق الساينوسويدال كرنت اللي مطلوب عندي هون. الموديليشن اندكس راح نشوف هذا هو اللي بحقق لي قديش قيمة الفولتج اللي بيطلع على الاوتبوت، راح نشوف تغييره بعدين ايش بغير. راح ابدا الان بكارير فريكونسي منخفضه، راح نبدا مثلا في 100 هرتز او 150 هرتز. عاده الكارير فريكونسي لازم تكون اعلى من الفريكونسي اوتبوت اللي انا بدنا نحققها. اذا هي عندي البلس ويث موديل. هلا انا هون انا بالترايل اند ايرور بالتجريب عرفت مين ايش الترتيب تبع هدول الاربعه وكيف بيروحوا على الاربع اي جي بي تيز اللي موجودين. قبل ما احكي عن التوتال هارمونيك ديستورشن خليني اعمل اول رن وبعدين رح تشوفوا ليش الحاجه لهذا التوتال هارمونيك ديستورشن والديسبلاي اللي انا حاطه هون. فرح اعمل الان اول رن على اتذكروا هون عندي انا انه عندي انا طالب الاوت بتكون 50 هرتز والكارير فريكونسي انا حطيتها 150 هرتز. بنعمل الان رن الآن نراقب السيجنال اللي طلعت معه. هلا إذا بتطلع هون معنا في عندي لمدة 180 درجة بس عماله بشغل 2 و3 ما عم بيشتغلوا 1 و4 خلال الفترة هاي لأنه الفولتجز اللي عم تطلع بوزيتيف فولتجز على الأوتبوت فعم بيشتغل بس 2 و3 بعدين لمدة 180 درجة تانية عم بيشتغل 1 و4 برد بيشتغل هون 2 و3 لكن لاحظوا 2 و3 لما بيشتغلوا ما بيشتغلوا لفترة ما بيشتغلوا بضلهم شغالين عمالهم بيشتغلوا وبطفوا وهذا بيعتمد على الكارير فريكونسي. كل ما زدت قيمة الكارير فريكونسي رح نشوف سيجمنتس أكتر من هدول فعماله بيشتغل لفترة وبرد بطفي. وإذا ما نقترب من هاي أكتر رح تشوفوا إشي بيشبه ال LR سيركت. فهون عندي ال LR سيركت التايم كونستنت عماله بيشحن بعدين برد بنزل تنزل القيمة هون بعدين برد بشحن مرة تانية وهكذا. إذن لكن اللي بنطلع عليه هون رغم انه هاي الويف فورم اللي موجود هون هذه الكرنت اللي بمر في اللود رغم انها إلها فريكونسي 50 هرتز. كيف ممكن اتأكد انه إلها فريكونسي 50 هرتز؟ إذا بتطلعوا هذه 20 ملي سكند عندي تقريبا سايكل كمان 20 ملي سكند سايكل إذن إلها فريكونسي 50 هرتز. لكن المشكلة الأساسية انه شكلها بعيد عن الساينوسويدال سيجنال والسبب انه انا عمالي بعمل عدد السويتشينج هون اللي موجود قليل. يعني هون ما عملناش سويتشينج غير اون اوف اون اوف خلال 180 درجه ونفس الاشي هون اون اوف اون اوف خلال 180 درجه فشكل السيجنال لسه بعيد جدا عن شكل الساينوسويدال سيجنال. احد الطرق المهمه اللي بنستخدمها حتى نفهم اذا السيجنال قديش هي بعيده او قريبه من ساينوسويدال سيجنال نستخدم شيء اسمه التوتال هارمونيك ديستورشن. التوتال هارمونيك ديستورشن بتطلع على سيجنال معينه بهاي الحاله الكرنت وبشوف بالنسبه لل 50 هرتز اللي هي الاساسيه الساينوسويدال الاساسيه الموجوده في السيجنال قديش في هارمونيكس اضافيه يعني قديش في كرنت ماشي في هاي السيجنال على فريكوانسي 150 و250 هرتز و350 قديش هي مشوهه. يعني هذا ممكن يكون احد التعابير نستعملها والرقم اللي بعطيني اياه هو من 0 لـ 1 ففي الحاله هاي عندي تقريبا 13.3% فهذه السيجنال التوتال هارمونيك ديستورشن اللي موجود فيها الان 13.3% واللي هو بشكل عام طبعا هذا ممكن يسبب هذا التوتال هارمونيك ديستورشن الموجود هون والسيجنال هاي تعرضت جهاز زي محرك او محول لها راح تسبب فيه حراره اضافيه ورنين وصوت مسموع غير مقبول فبدي احاول اتخلص من هاي الاشياء. احد الطرق اللي بنستعملها انه بدنا نرفع الكارير فريكونسي فلو رفعت انا هلا مثلا لاحظوا هون كانت عندي التوتال هارمونيك ديستورشن على 13.3% انا حولت هاي لبرسنتج لو رفعت الان الكارير فريكونسي ل 250 هرتز وعدنا نفس العمليه هون لاحظوا هون مباشرة نزلت لهاي تقريبا ل 7.7% بس طبعا المفروض اذا هذا الكلام صحيح شكلها
يبدا يتحسن ويقترب شوي من شكل الساينوسويدال سيجنال. وفعلا الشكل هذه افضل من الشكل السابق، لسها مش ساينوسويدال بس شكلها افضل من الشكل السابق، والسبب انه قدرنا نبدا نقترب احسن من الشكل الساينوسويدال انه عدد مرات السويتشنج زاد، وعدد مرات السويتشنج زاد لاني رفعت الكارير فريكونسي من 150 هرتز ل 250 هرتز. فبتلاحظوا الان نفس الشيء عماله بصير عندي زياده في الكرنت بعدين نزول، زياده في الكرنت ونزول، بحيث اني احاول ابدا اقترب من ساينوسويدال كرنت. وهذا طبعا مش بس شكل، بالشكل واضح انه عندي هون لما بطلع على الديسبلاي هون عندي واضح انه هذا 7.7% نزل من حوالي 13 اظن 13% التوتال هارمونيك ديستورشن نزل ل 7.7. احد الاشياء المهمه بالتوتال هارمونيك ديستورشن لازم اخبر هذا الجهاز اللي بيحسب ايش الفاندمنتال فريكونسي اللي انا مفترضها. هذا طبعا مهم جدا والا راح يعطيني حسابات خاطئه. فانا عمالي بعطيه انه الفاندمنتال فريكونسي هي 50 هرتز تبعت السيجنال، وعلى اساسها راح يحسب هم شو الهارمونيكس اللي على 100 يعني السكند هارمونيك او 150 هرتز الثيرد هارمونيك او 200 هرتز الفورث هارمونيك وهكذا. اذا واضح انه احنا كل ما زدنا الكارير فريكونسي راح يتحسن عندي، وراح يتحسن عندي الكرنت، وراح يبدا الكرنت يقترب من ساينوسويد الكرنت. وهذا ممتاز للمحرك اللي موجود هون او الجهاز اللي عمالنا بنحاول نتحكم فيه، لانه انا اذا قدرت اني اوصل الكرنت اللي بمر فيه لاقرب ما يمكن لساينوسويد الكرنت معناها خففت الهارمونيكس اللي موجوده فيه. خلينا نرد نزيد مثلا، نزيد لقيمه على هيك، خلينا نروح مثلا ل 550 وتلاحظوا انه القيمه نزلت تقريبا للنص كمان لحوالي 3.4%. اذا بنطلع الان على شكل الويف فورم كمان تحسنت كثير، ووضع بدا شكلها فعلا الان يقترب من الساينوسويدال ويف فورم. اذا بنطلع هون راح تشوفوا انه الكرنت عماله بيتغير حسب السويتشنج اللي عماله بيصير، سواء للاي جي بي تيز 2 و3 بالفتره الموجبه. هون عماله بنعمل سويتشنج بس لاثنين وثلاثة، واحد واربعة اوف مطفيين، اثنين وثلاثة عمالهم بيعملهم سويتشنج اون وبعدين سويتشنج اوف. فعم بمر عندي الكرنت هون وبنزل وبصير عندي شحن وتفريغ، التفريغ بصير في الدايودز تبعون الاي جي بي تي. لاحظوا هون انا في عندي دايودز فبصير عندي تفريغ عن طريق الدايودز اللي موجودة في الاي جي بي تي، هذه بتفتح باث بحيث انه الكرنت يفرغ في تنين من هذول الدايودز اللي موجودين هون المناسبين، بفرغ خلال هدول الدايودز بحيث انه الكرنت بيشحن وبفرغ بيشحن وبفرغ باستمرار. اذا هون واضح، وكل ما زدنا هاي الفريكونسي عمالنا بنقدر نحاول نتحكم بهذا الكرنت بحيث انه يبدا يقترب اكثر وبشكل احسن من الساينوسويد. الشيء الثاني اللي بتلاحظوه، بتلاحظوا الشيفت ما بين الفولتج والكرنت. لو فرضنا انه هاي بتمثل الفولتج ويف فورم، طبعا هي مش ساينوسويدال بس بتمثل الافرج تبعها، لو فكرنا بالافرج تبعها، الافرج تبعها كانه بمثل الزيرو كروسنج تبع الفولتج، وهذا كانه بمثل الزيرو كروسنج تبع الكرنت. ففي عندي لاجينج، طبعا هذا بتوقعه من اندكتيف لود لانه هذا اندكتيف لود له فيز انجل، فالكرنت لاجينج الفولتج في الحاله هاي بمقدار معين. ولو عملنا الحسابات وطلعنا على الفيز انجل تبع هذا الاندكتيف لود رح الاقي انه المفروض يكون متماثل مع الزاويه هاي اللي موجوده هون اللي شكلها تقريبا حوالين 45 درجه. إذا لو ضلينا استمرينا بهاي العملية، خليني أرفع الفريكونسي كمان، مثلا أرفعها ل 1000 هرتز ونعمل ران. هلا رح نيجي على الموديليشن اندكس هلا بس نشوف أثر الكارير فريكونسي. إذا تقريبا كمان نزل للنص من 3.5 أو 3.3 نزل لحوالي 1.9 ونفس الشيء لو طلعنا هون رح تشوفوا الآن شكل الويف فورم أحسن بكثير. بالذات طبعا عدد السويتشنج، السبب اني بقدر اعمل سويتشنج عالي جدا خلال الفتره هاي انه انا عندي الكترونيك ديفايس الاي جي بي تي، الاي جي بي تي بقدر اعمل فيها سويتشنج سريع بسرعه عاليه جدا على فريكونسيز عاليه جدا. فتخيل انه هذا الاي جي بي تي، هذول الاربعه اي جي بي تيز انا عمالي بعملهم سويتشنج اون واوف 1000 مره بالثانيه، بقدر اعمل لحد 1000 مره بالثانيه بعملهم سويتشنج. نزل تقريبا التوتال هارمونيك ديستورشن لاثنين. انا كملت في العمليه هاي، واذا بتطلع هون راح تشوفوا العلاقه ما بين الكارير فريكونسي كل ما زدناها وصلنا تقريبا هون 5000 هرتز، وراح تشوفوا هون التوتال هارمونيك ديستورشن
بدأ عندي بقيمة عالية حوالي 43.6%، وبعدين نزل ل 0.84%. واضح انه الزيادة في الكارير فريكونسي عمالها بتزيد، عمالها بتنزل من التوتال هارمونيك ديستورشن الموجود بالسيستم، وهذه عملية مهمة جدا. طبعا في سبب ليش بقدرش اضل ازيد الفريكونسي هاي الى ما لا نهاية، لانه السويتشنج لوسز اللي بتصير في هذول الترانزستورز بدها تزيد عند حوالي 14 كيلو هرتز او 20 كيلو هرتز. فعادة من ناحية عملية السويتشنج فريكونسي تبعت هذول الاي جي بي تيز بتتوقف عند تقريبا حوالي 20 كيلو هرتز. هذه فريكونسي جيدة بحيث انها تحقق التوازن ما بين التوتال هارمونيك ديستورشن في الكرنت اللي ماشي في اللود والسويتشنج لوسز الحرارة، لانه كل مرة بعمل سويتشنج اون اوف في لوسز حرارية بسيطة بتصير في هذا الاي جي بي تي، كل ما رفعت الفريكونسي تبعت السويتشنج بتزيد هذه اللوسز اللي موجودة هون. اذا اخر شيء خلينا نطلع الان في عندنا هون الموديليشن اندكس. طب لو انا الان بدي هذا الفولتج ارفع قيمته او انزل قيمته، ايش اللي بقدر اعمله؟ بتحكم هون بالموديليشن اندكس. الموديليشن اندكس هو اللي بخليني اني انزل قيمة هذا الاوتبوت كارنت او هذا الاوتبوت فولتج او ارفعه. فبغير هذه الـ 0.8 ل 0.5 مثلا، نعمل اوكي وبعدين بنعمل رن. فانا نزلتها من 0.8 ل 0.5. اذا نطلع الان مفروض انه نلاقي قيمة الكرنت نزلت، اذا بتتذكر كانت اعلى من هيك تقريبا عند هون نزلت القيمة. فالسويتشنج بس بتغيير السويتشنج باترن اللي موجود هون، يعني احنا كل اللي غيرنا السويتشنج باترن عرض هدول البلسز اللي موجود هون، عرض البلسز قديش الفترة بيكونوا اون قديش الفترة بيكونوا اوف. غيرتها بتغيير الموديليشن اندكس تبع البلس ويث موديليشن جنريتر، وبالتالي اتغير الكرنت اوتبوت اللي طلع معنا على هذه الويف فورم. خلينا نرد نغيره مره ثانيه قبل ما نترك. خلينا بس نتذكر الكرنت هون مثلا حوالي 50 امبير البيك تبعه. لو رديت نزلتها مثلا الموديليشن اندكس ل 0.25، لو نزلتها ل 0.25 وعملت رن مره ثانيه على 0.25 راح نلاقي الان المفروض نزلت تنزل كمان. لا هي نزلت تقريبا لنص القيمة السابقة حوالي 25 أمبير. إذا بتحكمي بالكارير فريكونسي عمالي بستطيع إني أخفف من التوتال هارمونيك ديستورشن الموجود في الأوتبوت، وبتحكمي في الموديليشن إندكس بقدر أغير الفولتج. إذا هذا مثال على إنفرتر سينجل فيز إنفرتر، حولنا من دي سي لأي سي. مظبوط إحنا ما طلعنا ساينوسويدال فولتج هون، لكن مشينا ساينوسويدال كرنت في هذا الاندكتيف لود، والساينوسويدال كرنت اللي مشي في هذا الاندكتيف لود زي ما شفتوا من هون التوتال هارمونيك ديستورشن قدر ننزلها لقيم صغيره جدا بزياده الكارير فريكونسي، طبعا مع الاخذ بعين الاعتبار انه في ليميت عملي ما بقدرش ازيد عنه من ناحيه السويتشنج فريكونسي تبعت هذا السويتشنج فريكونسي بسبب الحراره السويتشنج هيت اللي بيصير بتولد عندي في هذول الاي جي بي تيز. وهذا الرقم تقريبا من ناحية عملية حوالين 20 كيلو هرتز. والشيء الثاني انه بتغييري للموديليشن اندكس من 0 ل 1 بامكاني اغير الفاليو تبع الاوتبوت كرنت اللي بيمشي في هذا اللود. هون الفيز انا ما بهمني كثير، الفريكونسي انا حددتها، طبعا لازم اكون محددها من البداية الفريكونسي تبعت الاوتبوت. اذا انا بدي اغير الفريكونسي طبعا بامكاني ان انا اغير الفريكونسي، مثلا بدي انزلها من 50 ل 25 فاحنا بتغيير. لاحظوا هلا الفريكونسي هون نزلت لنص القيمه تبعتها، اذا نزلت الفريكونسي لنص البيريد راح تتضاعف، والبيريد فعلا صارت هلا 40 ملي سكند. فبتلاحظوا الان البيريد زادت، فانا استطعت اتحكم بالفريكونسي، بقدر اتحكم بالفولتج او الكرنت عفوا الكرنت اللي مار في هذا اللود. فانا غيرت الكرنت اللي ماشي في اللود. الفولتج انا ما عم بطلع ساينوسويدال فولتج، هذا مش ساينوسويدال فولتج واضح، بس انا باستعمال البلس ويث موديليشن عم بمشي كرنت ساينوسويدال كرنت في هذا الاندكتيف لود كاني حاطط ساينوسويدال فولتج على هذا اللود، واستطعت اني اخفف من التوتال هارمونيك ديستورشن برفع الكارير فريكونسي اللي موجود في هذا اللود. هذه introduction لـ single phase inverter.